فاطن ومشو فاطن ومشو اخ وعكس بعض بيعيشوا هبوظ الليل فيه ايه؟ انا داخله اجهز شنطتي، انا زهقت، انا ماليش وقعد في البيت ده. يلا يبقى احسن، حضرتك الباب يفوت جمل. بس مدام يفوت جمل اطلع يا جمل. امشي انا يا بابا؟ ايوه تمشي انت يا بابا. وقبل ما يمشي يغسل غيرات البيبي وينشرها ويستناها لما تنشب ويكويها، يا كده يا اما انا همشي يا سيد. انا لا هغسل حاجه ولا هعمل حاجه. ايه اعمل اللي قريت لك عليه وعديها. بكرة هتلاقي مع التوكيل يا غبي. طب وانا مال انا ومال التوكيل؟ مش هخرس خالص خالص. اي اي مش هخرس. ها تحط ايد ابوك يا فاطين. ماشي انا اسف يا بابا انا هخرس، بس بص مش هعمل حاجه. طب لو قلت لك عشان خاطر خاطر حضرتك فوق راسي من فوق، بس برضو مش هعمل حاجه. طيب ماشي فاطين، انت مش كان نفسك تبقى حرامي وانا اللي علمك؟ ما حضرتك بقى اخويا اللي منعتني يعني، ها واستخسرت فيا ان ابقى حرامي. لا يا حبيبي انا خلاص موافق انك تبقى حرامي وانا اللي هعلمك. بجد يا بابا؟
يعني انا هبقى حرامي زيك؟ شي خلاص بقى ابوس ايدك. روح صالحها ونفذ كل اللي طلبته منك. حاضر يا بابا. يلا حاضر يا بابا تحت امرك. صباح الخير يا انس. اهلا. صباح الخير يا بيشو. كويس انك جيت. فطارك جاهز اهو. لا انا مش عايز فطار انس. انا عايزك تركز بقى معايا شويه. انا عايز كتب. عايز ابقى مثقف. ايه؟ انت مش مال البيت كتب؟ كل اللي انت عايزه موجود، بس يقول لي عايز تقرا ايه الاول؟ ها؟ عايز تقرا سياسه، ادب، تاريخ، فلك، لا طب، لا لا علوم. لا ايه يا انس، واحده واحده، بالراحه عليا شويه، انا ماليش خلق الكل ده. يبقى اعمل لك جدول زي ما كنت بعمل لفاطين وهو صغير. شوف دلوقتي بسم الله ما شاء الله عدى ال 1000 كتاب دراسه وفهم وابحاث. ابحاث ايه وجدول ايه و1000 كتاب ايه؟ انا الكلام ده مش هياكل معايا. ياكل معاك؟ انا عايزك تحضر لي تشكيله حلوه كده على ذوقك. تشكيله؟ بص يا سيدي، انا هقولك، انا عايز شويه كلام حلو من اللي فاطين فلقنا بيهم ليل نهار دول، اللي هم كما قال فلان وكما قال علان. انا بقى عايز شويه من بتوع بقى فلان وعلان دول، يعني من الاخر بقين حلوين. بقين حلوين؟ الكلام ده كلام ناس عظماء اثروا في تاريخ الانسانيه. كلامهم واقوالهم ده خلاصه تجاربهم في الحياه. اديك قلتها يا ابو الانس يا جامد، خلاصه. انا بقى عايز الخلاصه. وعايز الخلاصة دي امتى يا اسطى بقى؟ دلوقتي في السريع. وما تنساش بقى تزود لي شوية كلام من بتوع الشعر اللي انت كنت مجهزهم ل لأشجان هانم السلحدار. سلحدار؟ قصدك يعني أشعار امرؤ القيس وعنترة العبسي؟ ايوه الشخصين دول. طب ايه رأيك بقى أجهز لك كمان شوية أقوال مقصورة على حكمتين صغيرين كده أهو تحبس بيهم بعد الأكل؟ ايه ده بقى ده يا أنس؟ احنا هنهجص ولا ايه؟ يا لمياء يا لمياء، استنى بس. مش هستنى. استنى بس نتفاهم، ما دي مش طريقة تفاهم خالص. امال ايه بقى طريقة التفاهم اللي ممكن تعجبك؟ يا لمياء يا حبيبتي، احنا نروح كده نقعد في مكان رومانسي من اماكننا الرومانسية ونتفاهم. نتفاهم عليه يا استاذ. انت مالك انت؟ انت ايش دخلك ما بيني وما بين خطيبتي؟ انت مالك؟ انا مال؟ انا مالي؟ انا ما عنديش استعداد اقعد احط ايدي على خدي واقعد ادور على شغل، انا لازم اشتغل. ايوه يا لمياء، وانا بقول لك هتشتغل ايه؟ يا ستي انا مش ضامن ان انت تشتغل عنده. الحق علينا، اللي خايف عليك من بدارة الشغل والمواصلات. اما انك راجل رخم صحيح، بتتدخل بيني وبين خطيبي ليه؟ انت مالك؟ انا مالي؟ انا مالي؟ وبعدين قولي لي بقى كده، انت هتقعدي تلف وتدوري على شغل وتقولي لهم ايه؟ هقول لهم عايز اشتغل، وبعدين الاوتوبيس وصل على اذنك. يعني انت عايز بابا يستحمل العمر ده كله ويشيله لما يحتاجني اقف جنبه واساعده اقول له لا؟ ولما يا لمياء تشتغلي عند حد والحد ده يطلع قليل الادب وما عندوش ضمير ولا حياء ويقوم يعكسك هتعملي ايه؟ لما يبقى قليل الادب ها؟ ابقى ساعتها هسيب الشغل اشتغل في حته ثانيه. ويبقى كل يوم بقى في مكان شكل يا لمياء. وكل ده ليه يعني؟ طالما ابوك مش عايزك تشتغلي وانا كمان مش عايزك تشتغلي. اظن انا عروسه ومن حق اي عروسه انها تحلم وتتجوز وتتجهز. عايز اجيب الغساله، عايز اجيب البوتاجاز، عايز اجيب التكييف، عايز اجيب المطبخ، اجيب العفش، اجيب كل حاجه. يا لمياء نبدا على قدنا يا لمياء، انا ما طلبتش منك كل اللي انت بتقوليه ده. اهم حاجه في الكون ان احنا نكون بنحب بعض. معاها. طب هنعيش ازاي؟ شوف تمن السكر والرز والسمنه ورغيف العيش ده اذا لقيناه بعد كده اصلا. هنتغلب على الغلاء ده يا لمياء يا حبيبتي
بالرومانسية والموسيقى والتقشف. معاه حق والله. طيب ما دام انت عندك حق انا هسيبك وانزل. اوعى كده يا لمياء. يا لمياء تعالى هنا، انت الظاهر ما ينفعش معاك غير العنس. يا لمياء يا لمياء يا لمياء اقف يا اسطى، اقف يا اسطى، قول له النبي يقف عنه. انا ما كنتش متوقع انه هيستوعب بسرعه دي، وانه فعلا عايز يتغير يبقى انسان تاني. انت عارفه يا ساره الواد ميشو ده هايل، انا لو كان بايدي انا كنت شغلته معانا. طبعا ما مريحك على الاخر. قولي لي صحيح هو فين؟ انا كنت عايز ضروري. صباح الخير. ميشو موجود وقبل الميعاد والفطار جاهز كمان. لقمه بقى كده مع بعض عشان يبقى عيش وملح. انا سعيد جدا باللي بسمعه يا حضره الضابط. اما انت بقى يا ميشو فسبق وقلت لك لو انت فعلا كنت مذنب صدقني مش هتفلت من العقاب وهتجيني هتجيني. اما دلوقتي بقى برافو عليك، اما انت عندك هدف عايز تحققه صدقني كلنا هنقف جنبك وهنساعدك. فانا متشكر جدا لسعادتك، بس انا اسمح لي يعني عايز اقول حاجه. حضره الضابط ساره هي السبب في كل ده يا فندم. انا فهمت ان انتوا عايزين مصلحتي وانا هبقى كويس، لان بجد عايز ابقى كويس. وكما قال الأستاذ أوسكار وايلد الله يرحمه، إن الأصدقاء الحقيقيين هم الذين دائماً يطعنونك من الأمام. صح؟ مظبوط يا ميشو. مستر فاتين مدرس الدراسات في المدرسة اللي أنا فيها. كمان مستر فاتين يعتبر صديقنا، ده غير إنه بيساعدني أنا ورانا في المذاكرة. هو حضرتك بتسأل ليه حضرة الضابط؟ لا يا حبيبتي بس من باب العلم بالشيء. طيب هو بابا مش موجود دلوقتي، بس لو حضرتك عايز ممكن تكلمه. أنا مش جاي عشان بابا، أنا جاي عشان أحميك وأحمي بابا. كمان عايز اتكلم مع دودي كلمتين على انفراد وهمشي على طول. ممكن؟ اه ممكن. انا عارف يا دودي انك شجعان، وعارف كمان انك شفت الحرامي اللي بيسرق، بس مش عايز تتكلم. وانا عارف انت مش عايز تتكلم ليه، لان اكيد اللي انت شفته بيسرق كان فطين. مش مستر فطين، مستر فطين مش حرامي. يبقى اكيد ميشو اخوه هو اللي سرق. بس هو بقى كويس ما بقاش يسرق. يعني اللي انت شفته بيسرق كان ميشو. سلام عمر بيه. سلام يا هاني. مساء الخير يا عمر. مساء الخير يا ساره، اتفضلي. امال ميشو فين؟ ميشو كان معايا، فجاه لقيته بيقول لي انت مش عايز تقفل المحاضر دي؟ قلت له اه طبعا، بس من ساعتها اختفى. اختفى وما رجعش تاني؟ هيكون راح فين؟ الله اعلم. بعد اذنك يا عمر باشا. اتفضلوا يا جماعه. ازيك؟ ازيك؟ ايه ده؟ مين دول؟ دول يا باشا الناس الغلابه اللي في المحاضر اللي قدام سعادتك دي. كل واحد جواه بلاوي وعايز يفضفض. فانا قلت بقى اجيبهم لسعادتك عشان تسمعهم. وانا اسمع كل دول؟ ما انا وصيت عم مرسي بتاع البوفيه ان هو يعمل لسعادتك ترمس قهوه علشان بقى تسمعهم على رواقه كده. انا متقلق ان انت اتاخرت وانا كمان اتاخرت. طيب بعد اذنك عمر بيه. اتفضل.
في حد بعت لك التورتايه دي يا كبير. مش مهم التورته وريني الجواب. اه من سمورتي. من سمورتي اكيد عاملاني مفاجاه. ايوه. الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر. يا ترى كتبالي ايه يا سمورتي؟ كتبالي ايه؟ مبروك علينا احنا الجوازه يا ابو السيد، وكمان المليون وال700 الف بالهنا والشفا. على فكره سميره طلعتك النهارده الصبح بعد ما خدت مني 300 الف جنيه نصيبها، بصراحه تستاهل، عملت اللي عليها وزياده. معلش بقى كان نفسنا نفرحك بالبيبي بس للاسف كمان ما كانش فيه بيبي. كل سنه وانت طيب يا سيد، قصدي يا سيكا. وابي يو هير ايفريثينج از اوكي. شيكو مدريد. كل سنة وانت طيب يا سيد الحاوي. سيد الحاوي دلوقتي عارفين عامل ايه؟ طب وساكت. علشان كده احنا بنحتفل بيه وبطبته الساكتة دي والاكل ده كله على حسابه. عشان كده احنا هنحتفل بيه الله يرحمه. هو مات يا معلم؟ اه. علشان كده احنا هنحتفل بعيد ميلاده ونقول له عقبالك يوم ميلادك لما تنور اللي شغل بالك يا سيد. ترى ورا ليه يا سيد؟ ترى ورا ليه عقبالك يا سيد يوم ميلادك لما تنور. فلوسي 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 راحت. خير يا دكتور؟ خير ولا ننقله مستشفى أأمن؟ لا 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 اطمنوا، مفيش داعي للمستشفى، هو جات له صدمة عصبية مفاجأة وأنا اديته مهدئ هينيمه ساعتين بس، أول ما يصحى لازم يلاقيكوا جنبه وما تعرضوش لأي حاجة تزعله، وعلى بكرة إن شاء الله الصبح هيبقى زي الفل. حاضر حاضر دكتور. بعد اذنكم. اتفضل يا دكتور. اتفضل. شكرا. اتفضل يا دكتور. شكرا. فطين انا عايزك تطمن على الاخر، الحاجه هيبقى زي الفل. يا رب يا رب. اسمع ام بقك ربنا يا دكتور. اتفضل يا دكتور، تعبنا حضرتك. مش تعب ولا حاجه. مع الف سلامه. الله يسلمك. مع السلامه. أنا مش فاهم يا فطين، الجواب اللي جاي ده بيقولوا له فيه إيه؟ بيقول يا عمي إن سميرة دي حسب الله ونعم الوكيل فيها طلعت نصابة، نصبت على بابا الغلبان ده بمليون و700 ألف جنيه لصالح شيكو مدريد، حسب الله ونعم الوكيل فيه هو كمان. نصابة؟ طب والطفل اللي في بطنها؟ طلع نصاب هو كمان يا عمي. نصاب من هو جنين؟ لا يا عمي، الحكاية كلها نصب في نصب، وسميرة دي حسب الله ونعم الوكيل فيها يا رب. قادر يا كريم اشوفك متمرجحه، انا مش لقيت عشماو. خلاص وصلتني زي ما طلبت، روح بقى. ماشي بس خلي بالك من نفسك. اخلي بالي من نفسي؟ دايما تنسى اني ضابط شرطه. لا مش ناسي بس برضه خلي بالك من نفسك. ماشي سلام. سلام. اركن يا ابني البتاع ده واركب. اركب ليه يا باشا؟ حطوه في البوكس.
لا بس برافو عليك، ده انت طلعت ممثل هايل قدام الضابط ساره. لص تايب شريف، ده انا كنت قربت اصدقك. طبعا واخدها حمايه معاك، محدش هيشك فيك لحظه انك بتخطط وتظبط لكل حاجه عشان تمشي اللعبه زي ما انت عايز. فؤاد باشا، هو ستك بتتكلم عن ايه بالظبط؟ فيلا حسين المرشدي اللي سرقتها يوم ما كنت محجوز عندنا هنا في المديريه. ما سعادتك بتقول اهو ان انا كنت محجوز ليلتها هنا في المديريه، اكون سرقت ازاي بقى؟ انت خرجت؟ خرجت؟ خرجت ازاي يا باشا؟ ايه لابس طاقيه اخفى؟ لا يا خفيف، ما انت دخلت اخوك مكانك، توامك مستر فاطين. حتى لو الكلام اللي سعادتك بتقوله ده صح، هتثبت ازاي ان انا اللي ما كنتش محجوز ليلتها؟ دودي ابن حسين المرشدي شافك. مش هيتكلم. بس ابوه لو عرف هيخليه يتكلم. حتى لو خلاه يتكلم برضه مش هينفع، لان مثبوت رسمي ان انا كنت محجوز ليلتها هنا في المديريه، وتعرضت تاني يوم على النيابه وبرضه رسمي. وبعدين يا فؤاد باشا، هتبقى عيبه يعني في حق سعادتك ان انا اخرج من الحجز وسعادتك اللي قبض عليا. وامت اخوك اللي في المحضر اللي ماضي على انه يبقى انت، يعني بكل بساطه انا ممكن اطبق امضتك مع الامضه اللي في المحضر. ساعتها بقى يا باشا هكسر صباعي، وبرضه محدش هيقدر يثبت ان انا اللي مش ماضي. كنت متاكد انك واطي وابن كلب عمرك ما هتتغير. اوعى تكون يا فاكر انها دخلت عليا حكايه انك تبت. بس انا فؤاد باشا فعلا تبت وهبقى كويس، بس مش عشان اثبت لك ان انا كويس، علشان ساره. زمانا دلوقتي فرحانين بعيد ميلاد بابا، بناكل الجاتوه منك لله يا سميرة. يا حبيبي يا معلم سيد، أول مرة يقع كده من طول. عنده حق برضه يا ستيشن، مبلغ اللي اتقلف فيه برضه مش قليل. يا جماعة بس هو يقوم لنا بالسلامة، وفداه فلوس الدنيا بحالها. منك لله يا شيكو مدريد. وسميرة كمان منها لله، منها لله. قادر يا كريم يا رب، يا رب يبتليها باللي يقلق منامها على طول زي ما هي كده قلقة منامنا على طول يا رب. عمي عمي، ها طمني على بابا، عامل ايه دلوقتي؟ الحمد لله هو بقى كويس، بس انا سبته بقى عشان يستريح شوية. يلا انت يا فاطر خش نام بقى. لا انا هقعد هنا عمي. انتوا كمان يلا خلاص روحوا بقى يلا. وهنسيبه كده لوحده؟ انا اللي هقعد جنبه قلت. يلا فاطين خش يا حبيبي نام انت بقى. حاضر يا عم، تصبح على خير. تصبح على خير يا رجاله، منك لله يا سميره، منك لله. اله يا رب يبتليكي باللي ينكد عليكي. الحمد لله اهو مشو جه. ايه في ايه؟ حصل حاجه؟ لا لا ما فيش حاجه حصلت يا ميشو، وسيد كمان بقى كويس قوي. لا وسيد مش كويس يا ميشو، وخبيره انت بتضحك يا ميشو. يعني سيد اتظبط بمليون وسبعمائة ألف جنيه صح؟ ميشو محدش هيجيب لنا حقنا من اللي اسمه شيكو مدريد ده غيرك. واحنا معاك، لو عايز تطلع على شيكو مدريد دلوقتي احنا مستعدين. ايوه اللي اسمه شيكو ده مش لازم ينام ليله واحده في الهجر بتاعه وهو كسبان او شمتان فينا. وانا كمان معاك، لازم يشوف الويل اللي نادي. قضية
يا ميشو، انت لسه هتفكر وراجل ممكن يروح من العوانطة؟ وانت يا انس ساكت ليه؟ ايه رأيك؟ رأيي انت عارفه. اسمع، شوف يا ميشو، الظلم بيخلي المظلوم بطل، لكن الجريمة بتخلي اللي ارتكبها يعيش طول عمره خايف وقلبه بيرتجف. انت بقيت احسن دلوقتي يا ابني، ولو فكرت شوية هتلاقي ان ممكن يكون ربنا عمل كده في سيد اخويا عشان يطهره ويغيره هو كمان. ماشي كلامك يا انس، روحوا رجاله. تصبح على خير يا ميشو يا ابني. يا رب يا عم أنس. منك لله يا سميرة. انت ايه اللي مصحيك بدري؟ ما تستريح شويه. انا كويس وزي الفل يا ميشو. طب اعمل لك نسكافيه؟ لا مش عايز، مش عايز حاجه، مش عايز نسكافيه. ايه انت شفت اللي حصل لابوك يا ميشو؟ عرفت اللي عملته فيا سميره هي وشيكو؟ عرفت يا سيد وضحكت. ضحكت؟ امال عايز نعمل ايه يا سيد؟ قال بقى سيد الحاوي على سن ورمح يتعمل فيه كده؟ صحيح يا جدعان، صحيح الشغلانة بتاعتكم دي ملهاش كبير. لا ليها يا ميشو، ليها. وابوك طول عمره كبير وفلوسي دي هرجعها، بس انا عاوزك بقى تفكر معايا شوية وتساعدني. مش هينفع سيد، ما انت عارف انا خلاص اعتزلت. يعني ايه؟ هتسيبني اقف ليهم لوحدي؟ وتقف لهم ليه؟ تقف لهم ليه؟ ما تعتزل وتستريح انت كمان زي ميشو. اسكت انت يا انس، انا مش ناقصك، انا مش فاهمك على الصبح. انس بتكلم صح يا سيد. يا سيد استريح بقى وليك عليا، هعوضك كل اللي راح. لا معلش، ابوك لسه معجزش يا ميشو، وفلوسي دي هعرف ازاي ارجعها، وانت هتشتغل معايا غصب عنك. ما انا ما ربيتش وكبرت وعلمت عشان تيجي في الاخر تقول لي استريح. خلاص طيب خلاص يا عرب، روق كده واهدى. لا انا لا هادى ولا هروق الا لما ارجع حقي، سامعين؟ وسيد الحاوي هيفضل طول عمره سيد الحاوي. اوعى من وش ما تطبطبش عليا يا اخويا، انا مش ناقصك. ما تزعلش مني يا ميشو. خلي بالك منه انس. جرى ايه؟ انت هتوصيني على اخويا؟ يلا انت هتوكل على الله. ومعلش بقى، مفيش سندوتشات النهاردة. أحسن، هيبقى يومنا زي الفل إن شاء الله. نعم. سلام يا أنس. امسكي بقى لمياء يا حبيبتي كوباية العصير دي، واستهدي بالله كده واسمعيني كويس علشان أنا زعلان.
افندم زعلان؟ طب اتفضل اتكلم، زعلان من ايه؟ دي بقى يا لمياء اول زعله. ما هو مش كل ما اجي اكلمك او اعاتبك تقعدي تقولي لي افندم زعلان؟ اتفضل بقى زعلان من ايه؟ ايه الطريقه دي يا لمياء؟ ده انا فاطين حبيبك. يعني هو ده كل اللي مزعلك؟ لا، موضوع الشغل. ايه على الشغل وسنين الشغل يا سيدي؟ موضوع الشغل خلاص انا حسمته، انا لقيت وظيفه في صاله حديد وهستلم الشغل بكره. ايه صاله حديد؟ وهتشتغلي ايه بقى في صاله الحديد ان شاء الله؟ سيخ. وبعدين يا لمياء، صاله الحديد دي كلها شباب ورجاله، ومش رجاله عاديين، لا دول دواليب وحيطان. يعني انا بقى كده هون ان شاء الله مش هعرف اتعامل معاهم. وانت تتعامل معاهم ليه؟ انا اللي هتعامل معاهم. هو انت اللي هتشتغل معاهم ولا انا؟ ولما حد بقى فيهم يعكسك مش هاجي انا علشان اوقف اللي بيعكسك ده عند حده. وانت بتفترض ليه حدوث البلاء قبل وقوعه؟ وبعدين ما لقيت شغلانه احسن من كده وقلت لا. ما هي دي المفاجاه اللي انا محضرها لك. مفاجاه؟ مفاجاه ايه؟ ايوه تعالي بس، تعالي اقعدي تعالي. هو انت لو تسمعي. فاكره يا لمياء امبارح لما سبتيني ونزلتي وانا في الاتوبيس؟ ها؟ نزلت انا بقى ساعتها ورحت لحسين بيه، فقابلت بقى اولاده دودي ورانا وفادي، ما انا حكيت لك عنهم. فلما لقوني بقى متضايق وحزين كده سالوني مالك؟ فحكيت لهم عشان انا بحبهم يعني. فهم بقى زعلوا كده وقالوا لي ايه ده؟ طب ما احنا ممكن نقول لبابانا يشغل مس لمياء. ايه رايك؟ وهيشغلني ايه بقى ان شاء الله؟ يا لمياء اي حاجه اي حاجه. وبعدين الراجل ده طيب جدا وبيحبني جدا جدا. بص بقى يا لمياء، احنا النهارده ان شاء الله كده هون بعد ما نخلص المدرسه هقوم واخدك من ايدك ونروح نقابل الراجل الطيب ده. ماشي؟ ماشي. لا اضحكي وانت بتقولي ماشي. ماشي ماشي. يلا بقى يا حبيبتي اشربي كوبايه العصير دي بالهنا والشفا، بس سيبي لي بقي في الاخر. انا اللي ماسك القضيه بنفسي يا حسين بيه، وراجعت كل التحقيقات بنفسي، عشان كده كان لازم اقول لك. ايوه بس انا مش قادر اصدق فاطين ممكن يعمل كده. ساعات يا حسين بيه، ساعات بنثق في ناس ما يكونوش اهل للثقه دي، ومين عارف جايز يكون اللي اسمه فاطين ده هو وميشو عاملين عصابه ومتفقين مع الناس اللي واقفين قصاده. مش ممكن يوصل التحايل والمكر للدرجه دي. طب وكل ده ليه؟ عشان ايه؟ حضرتك لو اقنعت ابنك انه يتكلم في محضر رسمي انا ممكن افتح القضيه من اول وجديد. ارجوك يا حضره الضابط، انا سبب وقلت لحضرتك ان انا مش عاوز ادخل ابني في التحقيقات. خلاص يبقى حضرتك تقدم بلاغ في ميشو وفاطين تتهمهم فيه بالسرقه واحنا نتصرف. برضه مش هينفع يا فؤاد بيه. اولا عشان خاطر ابني اللي اكيد مرضيش يقول، عشان ما يكسرش شخصيه فاطين قدامي، الشخصيه اللي اعتبرها قدوه. ثانيا السي دي اتسرق وخلاص، مهما عملت واتهمت مش هيرجع تاني. استاذنك يا فؤاد بيه. بص يا ابني، انا لما دخلتك بيتي واستأمنتك على اولادي فده لانك كنت نموذج مثالي، وابني دودي اتعلم منك كتير وكان واخدك مثل اعلى ليه. لما تعاملت معاك تعاملت معاك بقلبي، لاني استشعرت فيك راجل ذو خلق عندك امانه وصدق. لكن كونك تخون الامانه دي وتسلم. حضرتك يا حسين بيه انا ما سرقتش حاجه. حتى لو ما كنتش انت اللي سرقت واللي سرق اخوك فده لانك انت ساعدته على السرقه دي. بص يا ابني، انتوا ما سرقتوش في الليتي، لا انتوا سرقتوا الناس كلها. السي دي اللي اتسرق ده عليه معلومات تدين حراميه كبار قوي سرقوا البلد كلها. فتخيل بقى بايدينك انت وايد اللي زيك بتساعدوا الناس الحراميه الكبار قوي ان هم يكبروا اكتر واكتر. والله العظيم انا ما كنتش اعرف كل اللي حضرتك. خلاص يا مستر. طب اسمعني. لحد كده وكفايه. مع السلامه. طب حضرتك اسمعني. وعلى كده اقدر اتعلم السباحه في قد ايه؟ يعني اسبوع مش اكتر من كده. يعني على كده بعد الاسبوع ده هتغرق صح؟ ايه يا وادي العسل ده؟ مستر فاطين خرج اهو، يلا بقى عشان نتغدى. مستر فاطين. مالك يا مستر؟ في ايه يا مستر؟ دودي
تعالي هنا. فاطين ايه اللي حصل؟ لحد هنا وكفاية. الله، وما قلتلوش ليه بس على الحقيقة؟ طب ليه ما قلتلوش ان ميشو هو كمان بقى كويس؟ هو انا لحقت يا عم انس، انا اول مرة اشوف حسين بيه بالشكل ده. انا كل اللي حاسس في نفسي ان ولاده دودي ورانا وفادي بعد ما حبيتهم هم حبوني هتحرم منهم، ولمياء حبيبتي كمان اللي لقيتني بقول لها لحد هنا وكفاية، وطلعت كل الغضب اللي جوايا فيها هي، مش عارف ليه. خصوصا عمي بعد ما حسين بيه قال لي ان حتى لو انت اللي ما سرقتش وان اخوك هو اللي سرق فانت كده ساعدته، ومش ساعدته بس على سرقه فيلتي، لا انت ساعدته على سرقه الناس كلها. وكمان الغدا اللي كنت بتغداه معاهم كان طعمه حلو قوي، هتحرم منه هو كمان. ايه ده؟ انت كنت تتغدى بره يا فاطين؟ انا اسف يا عمي، بس هو الاكل كان نظيف. ماشي يا فاطين ماشي، على العموم اللي حصل حصل وربنا عاوز كده، ما تزعلش نفسك انت يا فاطين. ماشي يا عمي. وبابا دلوقتي عامل ايه؟ مصمم ان هو يرجع الفلوس اللي ضاعت منه تاني، ومش بس كده، ده مصمم انه يرجع ميشو اخوك للسرقه تاني. اه، يبقى بقى لازم نبعد ميشو عن بابا اليومين دول خالص، او نلاقي حاجه تشغل باباك. انت مش كنت بتقول ان في ملعوب في دماغك مجهزهوله؟ ما انا حاولت يا عمي بس فشلت، ما هي المصائب لا تاتي فرادى، ده ايه الغلب ده يا ربي؟ بس ما تقلقش، انا في دماغي حته ملعوب تاني غير الاولاني خالص، انما ايه بقى، مش هيخر الميه. مين؟ أنا؟ أنت مين؟ أنا حرامي. أنت مين؟ حرامي يا بابا. طب اثبت يا حرامي يا ابني، اثبت بدل ما أخلص الرصاص في دماغك. أنا؟ لا يا خلص اثبت. أنا فاطين يا بابا، أنا فاطين. أنا عارف إنك فاطين يا حيلة يا نيلة يا خيبان. أيوه، في حد يقول مين؟ مين أنا حرامي يا بابا؟ ايه التفاهه اللي انت عاملها في نفسك دي؟ ايه راي حضرتك يا بابا بقى؟ اهو حرامي حرامي، يعني مش كده؟ حرامي حرامي، هي الحكايه باللبس، وانت فاهم عشان لبست فانيله مخططه وعلقت شويه مفاتيح في صدرك بقيت حرامي. والقناع يا بابا، القناع ده مهم جدا، ده انا مش شايف منه. يا سلام. وفي حرامي في الدنيا اصحاب البيت يقولوا مين اللي بره يقول انا حرامي يا بابا؟ الصدق، الصدق يا بابا هو اقصر الطرق للاقناع. يا سلام، وانت بقى داخل تسرق ولا داخل تقنع صحاب البيت انك حرامي؟ الاتنين ابو السيد. انا خلاص بقيت جاهز للتدريب، جاهز بقى من مجاميعه، ما فاضليش بس غير ان اخد التجربه بقى. وانت جاي ان شاء الله تجرب معانا عشان نسجل انا وانت من اول عمليه، صح؟ اجري يلا غور من وشي، امشي امشي بدل ما اخلص المسدس ده في دماغك، انا مش فاضي اللعب العيال بتاعك ده. يا بابا استناني بس، جربني، ده انا هشرفك. سيبك من ميشو، ميشو خلاص نسيك وراح لعالم تاني، نسي الحرام وحلاوته وجماله وباصص دلوقتي للحلال. فقري قلت لك امشي من قدامي بدل ما انسى نفسي واخلص عليك. خلاص يا ابو السيد، خلاص بشوقك، بس انت اللي هتندم. هتلاقي فين حرامي محنك وقلبه ميت زي قلبك ميت؟ كتاك نيلة، كتاك 60 نيلة، ده انت قلبك ميت ونظرك ميت، ده انت كلك ميت يا ميت. فؤاد، ايه المفاجأة الحلوة دي؟ اتفضل اقعد. لا انا مش عايز اقعد، مش عايز اعطلك، انا بس جاي احذرك من اللي اسمه ميشو.
بيلعب لعبه كبيره قوي. حكايه انه تاب وعايز يتغير دي ستاره بتدرى وراها. انا رجعت بنفسي كل التحقيقات بتاعت قضيه حسين المرشدي وتاكدت. انت كمان لو رجعت الملفات دي هتتاكدي ان ميشو هو اللي سرق الخزنه بمساعده اخوه توامه. ايه مش مصدقاني؟ لا مصدقاك يا فؤاد، بس اخوه فطيم ملوش اي ذنب. يعني انت متاكده ان ميشو هو اللي سرق ومع ذلك بصوره تكملي مع رسالتك؟ لما عمل كده يا فؤاد ما كانش لسه يعرف ان انا ضابط شرطه واني عايزه مصلحته. بس سرق، يعني عمل جريمه يستحق عليها عقاب. ساره، لو كنت عارفه انه سرق من الاول وسكتي فانت عارفه ده معناه ايه؟ ولو سكتي عشان تكملي رسالتك فدي مصيبه اكبر. انا قلت اكيد انت لسه. ربنا يفرجها ان شاء الله يا فاطين. ربنا يحميك يا دنايا، ربنا يهديك يا ابني. اوعى حد فيك يجيب سيره سيد الحاوي دي على لسانه تاني، فاهمين ولا لا؟ خد الفلوس دي اديها لبابا عشان تدفع مصاريف المدرسه وتجيب لك نضاره بدل المكسوره دي. ده ايه الغلب ده يا رب؟ انت جبت الفلوس دي منين؟ لو هتكون نزلت تشتغل مع بابا. ايوه نزلت. مش انت عارف ان ماما حرج عليك انك تعمل كده؟ ايوه بس انت ما تقولهاش ان الفلوس دي مني، وكمان ما تقولهاش ان انا بشتغل مع سيد. انا مش هاخدها، عمي انس خلاص دفع المصاريف. ايه يا ولاد؟ ما اكلتوش ليه؟ تسلم ايدك يا ماما. ان شاء الله تسلم يا دنار. ماما انا هسيب المدرسه وهشتغل. تشتغل ليه يا ابني؟ هو انا كنت اشتكيت لك؟ لما ابقى اموت ابقى اعمل اللي انت عايزه. يا ماما اسمعيني. ما بسمعش وما بفهمش. انت تركز في مدرستك ومذاكرتك زي ما قلت لك يا ابني 100 مره قبل كده. لما ابقى اموت يا ضنايا ابقى اعمل اللي انت عايز تعمله. هو انت هتفضل طول عمرك كده مشيلني همك ولا يعني عايز اموت بحسرتي عليك؟ اسمه اللون.